أهلاً بالأطفال الرائعين، ومرحباً بأصدقائنا الأبطال في كل مكان. صديقنا سنان ينتظر اليوم غياب الشمس، لماذا يا ترى؟ هيا بنا لنقرأ معاً قصة متى يعود بابا؟ صرخ سنان مخاطباً الشمس فوق التلة. أوه، متى تغيبين؟ لن يصل أبي إلا بعد غيابك. ركل سنان الأحجار ركلة آلمته. أخ، قدمي! نادته أمه التي لمحته من نافذة المطبخ، وطلبت منه تزيين حوض الزهور بالحصى. حين انتهى، نظر إلى الشمس بتأفف. متى تغيبين؟ نادته أمه وطلبت منه تزيين غرفة المعيشة إلى أن تجمع حبات التوت، ثم سيساعدها في إعداد الكعكة. أخذ سنان ينقل أشياءه من غرفته إلى غرفة المعيشة، وعينه تراقب الشمس من النافذة ويتساءل: متى تغيبين؟ عادت الأم حاملة ثمار التوت، لكنها صدمت مما رأته، وأخبرته أنها غير سعيدة بما فعله. اعتذر سنان من والدته ثم سألها: متى ستغيب الشمس؟ أخبرته أنها ستغيب بعد أن ينتهيا من تزيين البيت وإعداد الكعكة. أعاد سنان أشياءه إلى غرفته وزين غرفة المعيشة بالزهور الملونة، ثم ذهب ليساعد والدته في إعداد كعكة التوت، ونسي أن يسأل الشمس: متى تغيبين؟ وحين انتهيا من تجهيز طاولة الطعام، كانت الشمس قد غربت، ولمحت الوالدة قدوم الوالد من النافذة، فقالت لسنان: ما رأيك أن تغمض عينيك وتتمنى شيئاً تحبه؟ قال سنان وهو مغمض عينيه: أتمنى عودة والدي من السفر. وإذا بوالده يحضنه من خلفه، فشهق وهو يقلب نظره بين والديه بسعادة هاتفاً: لقد تحققت أمنيتي! فقال له والده: يبدو أنك كنت طفلاً رائعاً في غيابي، فتحققت أمنيتك. أها، الآن عرفنا سبب انتظار سنان لغياب الشمس. من المؤكد أن والدكم لديه قصص كثيرة ليرويها لكم.